اتفضل. السلام عليكم. طالبة سنة أولى سنة إعدادي هندسة، إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الموضوع اللي كنا قلناه الأسبوع اللي فات. كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن السكشنز، والنهاردة إن شاء الله هنشوف امتداد ليه. فهنشوف مع بعض مسألة كده ونحاول نشوف إزاي تعمل فيها سكشنز في أماكن مختلفة. المسألة موجودة عندنا على صفحة 114، موجود عندي الأزومتر بتاعها وموجود عندي المساقط بتاعتها. نشوف مع بعض كده ازاي انا برسمها. هستند المسقط برضو وهنحاول نشوف المساقط السكشن بتاعتها بعمل ازاي. الرسمه قدامي، هنحاول نرسم مسقطين بس. عندي الاليفيشن واخد الصوره دي، وعندي السايد فيو. انا بسيب لك السايد فيو ونشوف ازاي بستخدم الفيو ده. تمام، مساله شامله. ادي عندي هنا السايد فيو واخد الشكل الاتي. الشكل الاول لو حتى كان مديهم لي مسطين بس مفيش الازمتك، يعني عاوز تعمل الشكل الجزء المالي دوت. لو جيت شفت مسطره السايد فيو هنا ايه الحته دي، هو واضح ان هو عامل زي مستوى مائل بفتله صغيره. ده بنسميها يا جماعه ويرف. النوعيه دي بسميها ويرف عصب يعني. طيب ايه اللي اسمه العصب ده؟ العصب ده زي بالظبط عصب الرجل كده اللي هو موجود ورا في ظهر الرجل من ورا. العصب ده لازمته ايه؟ العصب ده يا سيدي لازمته ان هو يدعم وقفتك ويدعم الجسم ده كله اللي هو شايله عشان ايه؟ الرجل تقدر تشيلك. فهو عدم وجود العصب دوت هيبقى في صعوبه بالغه على ان تشيل الجسم ده كله عن طريق القدم. برضه نفس النظام هنا، وجود العصب هنا يا جماعه يعني ان احنا متجهين للجزء ده اللي هو شكله واخد الصوره اللي هنا. فهو العصب ان جنرال لما تسمعه في اي رسمه ميكانيكيه بالذات تعرف ان هو بيدعم شيء علشان ما ايه ما يبقى لان عليه ستريسز كتير عاليه ممكن هو يتكسر. فعشان ما يتكسرش بيحط العصب. بيتميز بايه؟ بيتميز بانه مطول كده والفتنس بتاعه صغير. ده مفهوم العصب. طيب الجزء اللي تحت لتا شكلها هنا شفه طالعه لبره يعني كده شكلها الجزء الهادي. يعني هنا كما لو كانت قاعده ليها طول بعرض طول عرضها اهو العرض بتاعها كده وليها تكنس معين لفوق. طيب الجزء اللي جوه ده الخيالي عباره عن اللي هو واخد الشكل ده، ده عباره عن حاجه زي متوازن استطلاط
وفي جزء داش يعني معناه انا مش شايفه، لقيت عليه فار موجود هنا برضه، فاعتقد معناها ان هو في عندي هول شكلها اسطواني، اسطوانه مفتوحه ثرو هول من اول للاخر لحد تحت. يبقى انا اتخيل الشكل حته حته، بدا الشكل يختمر في دماغي، ابتدي بقى ايه ارسم البلان بعد تدوير السايد فيو. بقى زي ما اتعلمنا احاول اجيب الخطوط اللي هي الرئيسيه السنتر لاين اجيبه برضه، الخط بتاع الويب، الخط بتاع الويب الثاني الاخير، وابتدي الف الخطوط اللي انا اجيبها من الاجيال دي الاول. خط خفيف يا جماعه زي ما احنا اتعلمنا دي سنتر لاين، ده هنا خط برضه اجيبه برضه الاول كده، ده سنتر لاين بقيت سنتر لاين سنتر لاين سنتر لاين يا جماعه اسقطه برضه سنتر لاين ده. مش هو مسقطه اي حاجه تانيه. وبعدين الخط اللي بعده اهو، وبعدين الخط الاخير اهو. طيب وبعدين برضه زي ما اتعلمنا الخطوط الرئيسيه اللي موجوده في الاليفيشن بنزلها تحت البلان، اتعلمنا الكلام ده برضه. يبقى بالتالي انا الخطوط الرئيسيه وانزلها تحت سنتر لاين لتر سنتر لاين، الخط الراسي ده بنزله الاول فيرتيكال، الخط الراسي الثاني فيرتيكال، واشوف بعد كده هعمل بس بالراحه الاول. ودي زي ما قلت لكم يا جماعه تبقى كونستراكشن لاينز، بعد كده تبقى تمسحها مش اي مشكله يعني. ولو الوقت بالنسبه لك ازر وما فيش وقت انك تمسح وتعمل تاني فينشن، سيبها زي ما هي، فنش سيبها، ما احطش عليها درجه لا زياده ولا نقصان. طيب عملت كده البلان، طبعا البلان واضح ان هي رسمته بقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا، مش هتخرج عنها. طيب جميل، لما ابص الجزء الناحيه عندي هنا كده انا بصصها من فوق، شايف الدائره دي؟ اه شايف. يبقى في عندي هنا دايره برجس معين بروح عند جميل. الجزء ده كله انا شايفه من فوق مستطيل، العرض بتاعه الطول بتاعه، يبقى ده مستطيل وباين وباين، فخلاص بيجي معايا. وبمسح الزيادات لو في عندي وقت مفيش مشكله. طيب بعد كده، بعد كده الجزء اللي تحت ده التحتاني ده شايفه مين؟ برضه شايفه من فوق مستطيل. ادي فوقها وادي عرضها مستطيل اهو. وباين. وامسح بقى الزيادات دي كلها. طبعا سنتر لاين يا جماعه حد هنا بس المنطقه دي بعد كده ملوش اي استخدام، بشيله مش لازم. بالنسبه للعصب ده لما اشوفه من فوق بشوفه مستطيل لون تخافي، وبعدين ابتدي من هنا لحد هنا بس، لما كان من هنا لهنا بس، ولما انزل تحت لما كان من اول هنا لحد هنا، وده العرض بتاعه، يبقى هو ايه دايما؟ هو في الحته دي، يبقى مكانه هو. بيقفل مع ده عادي. وهنا طبعا اللي هو الحزم الفلاني ده، الحرف الفلاني ده اهو. وطبعا ما عادش في داعي التكمله دي كلها بتاعت الويب، دي كانت بتاعت الويب، فبالتالي قلت ايه؟ اوله واخر حته دي بس، ما فيش داعي ان انا ايه؟ اكمل دي كله. بشيل. طيب زي ما قلت لكم ممكن اتاكد ان انا ارقم الكومبوننتس بتاعتي واشوف الايه الارقام دي كلها وصلت تحت ولا لا، احط ده 1 2 3 4 واشوف 1 2 3 3 4 خلاص عملتهم كلهم، خلاص في حاجه ناقصه بكملها. طيب يبقى انا سميت كده المسقط اللي تحت اللي هو بلان، مفيش اي مشكله كله تمام. طيب نشوف بقى السكاشن بقى، لو انا عاوز اخد سكشنز شوف هعمل ازاي. طيب
خلينا يا جماعه عايزين ناخد سيكشن في الشاشه ده. مثلا اكتب لك انا كده سهم كده وسهمين هطلع عليهم مثلا ايه ايه. يبقى ده معناه ان في سيكشن هيوقف في ايه؟ في المكان ده. وهبص بعد ما اخد السيكشن دوت بعد ما اقطع واشيل ده خالص اشوف شكل القطع بعد كده عامل ازاي. يبقى ده مفهوم السيكشن. يبقى واضح السيكشن ده فين؟ هو في الانفيشن. يمكن ساعات لازم حد يعمل له طبعا السهم دوت معناه ان السيكشن ده مكان جاي. وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟ في قطع يعني مقسم كان هنا ركزوا معايا مقسم اصلا كان هنا بقطع وابص كده على الانفيشن وبقطع وابص كده على الانفيشن. يبقى سواء عملت كده او عملت من هنا هي هي يعني كده كده برضه ايه قلت لك ايه برضه هي هي نفس كده بقطع من هنا وابص كده. طيب انا قطعت النص ده كله اتشال وفي ابص قطعت النص ده كله اتشال وابص الحته دي لحميه هتهشر مش هتهشر؟ هشر. الجزء ده بقى فراغ ماشي على فراغ على اسطوانه مجوفه فراغ وبالتالي باين اه لكن الحزم بتاعها باين لكن مش هتهشر زي ما اتفقنا. يبقى بالتالي دون عند الداش دون هيقل الخط الداش ده كمان هيقل الخط وده يتهشر وده لا. طيب بعد كده دون دي لحميه ويمشي فيها المستوى القطع يتهشر برضه مفيش اي مشكله. تحت يتهشر برضه مفيش اي مشكله. اعلى العصب ده العصب ده بقى هنقول عليه له قاعدتين مشهورتين. العصب يا جماعه الحاجه الوحيده اذا المستوى بتاعه مشي موازي ليه موازي ليه ما هشرش. عاوزين ناخد قاعده ان المستوى القطع لو موازي للعصب العصب هو كده اهو انا قطعه كده مع الشرط لو مستوى موازي للحته اللي هي الضيقه دي اللي هي السلخه الصغيره بتاعته دي ما هشرش. يبقى المكان ده يتهشر برغم ان انا قاطع فيه لكن ما هشرش. دي قاعده من قواعد العصب يعني. وبالتالي يتهشر الحته دي ودي ودي. يبقى انا هجيب برضه المثلث 45 بتاعي على المسطره حاطين وابتدي اهشر. يبقى ادي التهشير بتاعي طبعا لو جاب العين هنا على خط كده خط كده وجاي من الناحيه دي خط كده وجاي من الناحيه دي خط كده وجاي من الناحيه دي وهكذا من بيت. طيب ده بالنسبه للسكشن بتاعي الاليفيشن. يبقى انا في الحاله دي انا مطلوب منك اقول لك ايه؟ سكشن اليفيشن ايه ايه؟ يبقى انا بقول لك سكشن للخط الاليفيشن وجاي من ايه ايه يعني برضه الخط ده. تمام؟ عشان انا كنت بشوف في الامتحان ناس مجرد ما عملوا كده وعملوا سكشنات. لا طبعا انا بعمل كده معناه بقطع هنا ببص بعد كده باتجاه السهم. اتجاه السهم راح فين؟ راح الاليفيشن. طب جميل تعالوا كده نشوف يا جماعه سكشن تاني. تعالوا كده نشوف سكشن سايد فيو بقى. ناخد سكشن سايد فيو وليكن من هنا انا عامل سكشن كده وعامل كده سهم كده وسهم كده ونسمي ده بي بي. يبقى انا المفروض هاخد سكشن فين؟ ناخد سكشن في المقسم من عند المستوى ده مقسم كان هنا اهو تاني وانا بطلع كده وابص كده وده اهو بي بي اهي وابص كده وابص كده يعني هعمل سكشن فين؟ هعمل سكشن في الصدر. طيب عظيم انا هقطع فين يا جماعه؟ هقطع في القاعده دي يبقى القاعده دي هتهشر. دي اول حاجه القطع ده هو ماشي في الاسطوانه ولا ما مشيش؟ يبقى الاسطوانه ده انا داش طبعا زي ما اتفقنا للتسهيل عليكم اي حاجه داش ما تعملهاش يعني مش داعي تعملها حبيت تحطها ماشي ما حبيتش تحطها الدازنت ماتر يعني مش هتفرق معاك. طيب
طيب مشينا على العصر من اول هنا لحد هنا. طيب مشينا على الموازي ولا عمودي؟ مناخيره كده؟ لا، احنا ماشيين عمودي عليه، القطع عمودي عليه، يبقى يتهش. يبقى القاعده العامه العصر اذا كان المستوى موازي ليه ما يتهشش، اذا كان عمودي عليه وعمودي عليه ممكن يكون في اتجاهين، عمودي عليه كده وعمودي عليه كده يا جماعه، في الحالتين يتهش. طيب هجيبه ازاي تهشيره؟ قال العصر الجزء اللي اتقطع فين؟ من تحت لحد هنا. يبقى النقطه دي اقدر اجيبها فين؟ افقي 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 واروح الخط ده. ومعنى ذلك ان الحته دي اللي هي الاشهر والحته دي لا. طيب عظيم. والحته الاشهر دي كمان هتلحق معاديها. بعدين هتلحق معاها يبقى الخط المشترك اللي بينهم بيتشال. يبقى بالتالي التهشير هيبقى هنا اهو الحته دي. وبالتالي انا لما اتهشر هتهشر طبعا اذا كان ده جاي معايا كده ماشي اهو. ده التهشير بتاعي اللي هو المطلوب. يبقى بكتب انا ايه؟ سيكشن سايد فيو بي دي. ما تكتبش ايه ايه بقى؟ لان ايه ايه هنا. طيب ركزوا معايا، لو انا اخد قطع هنا يا جماعه البي دي هنا في الحاله دي، لو انا اخد قطع بي دي هنا يبقى في الحاله دي ده شكل مستوى القطع ده هو اللي هيتغير، لان السكشن شكل السكشن. يبقى انا الحاله دي مش همر على العصب خالص، العصب مش هيبقى موجود. طيب عظيم، العصب مش له وجود، يعني اتشال يا دكتور؟ ايوه اتشال. ايه كمان؟ الاسطوانه دي هتبان، الاسطوانه دي هتبان، يبقى الاسطوانه هتبان، يبقى خط كده وخط كده. بس ما هشرش جواها لانها فراغ. طيب واللي الناحيه دي والناحيه دي يتهشر، دي لحميه تشيل فيها، يبقى دي هتهشر وتتهشر من فوق لتحت او من فوق لتحت. طيب والعتبه دي، العتبه دي مش عارف موجود لان قطع هنا، فبالتالي مش موجود اتنزع. بص قطع هنا يا جماعه، دي البي دي يعني، فبالتالي الحته دي كلها اتشالت، كلها اتشالت مش موجود، فبالتالي انا شايف الحته دي بس. يبقى بالتالي ده مش موجود ولا ده موجود، وامسح اللي تحت مش هتهشر، كل اللي تحت ده خلاص. يبقى ده برضه هيتشال، هيتشال تماما على ما قطعنا. ودي حاجه مهمه قوي.
قبل ما ابتدي اشتغل في السكشنز لازم اتخيل انا اضع فين، وبالتالي ايه اللي هيتشال وايه اللي هيدمه وايه اللي انا ماشي فيه كمتل او كلحنيه يعني، وايه في الفراغ فين، وبالتالي المتل ده يتهشر والفراغ ما يتهشرش. ولو انا ماشي في عصا انا ماشي موازي ليه ولا عمودي ليه؟ لو موازي ليه ما هشرش، لو عمودي عليه اهشر. دي كلها حاجات الاول لازم تكون في بالك قبل ما تحل عشان ما تشتغلش في الرسمه وتمسحها من تاني. طيب يبقى انا جبت سكشن بي هنا، سكشن ايه هنا؟ تعالوا نجيب كده في البلان ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب بصوا كده، هناخد يا جماعه سكشن بتاعكم في الاول مثلا ونسميه ده سي 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 زي ما قلنا اتجاه السهم، بيقول ان السكشن اول ناحيه جميل قوي السهم اول ناحيه ممتاز، وفي نفس الوقت قاطع فين؟ هنا. طيب يعني انا قاطع في الجزء ده قاطع، يبقى الحته دي كلها ايه فيها قاطع وهشر. دي أول حاجة، الفراغ ده ماشي فيه بس فراغ، بالتالي ده ما يتهشرش. هنا حتة هنا قطع في الوين. طيب قطع في الوين عمودي عليه؟ اه عمودي عليه، مش موازي، موازي لو كده عمودي عليه يبقى الحتة دي تهشر، يبقى هجيب النقطة دي تحت هسقطها في قطع والحتة دي تهشر. طب مشيتش عليه خالص مستوى، بس شايف باين يعني ده باين بس من اشهر. طب دي هتلحم في دي؟ اه هتلحم فيها وحته واحده. اه وبالتالي انا هشرب الجزء ده حاجه هنا، يبقى انا هشرب اهو تشيل ما بين 2 متر و 5 مللي على حسب المحل، لو ده كبير قوي كبر شويه المسافات، لو صغير قلل. في نفس الوقت الخطه شيل مع اصغر خطوط موجوده في اللوحه، ارفع خطوط موجوده في اللوحه عشان ما تسحبش تحت. طيب يبقى انا عملت سكشن هنا ايه؟ سكشن بقى بلان، سكشن بلان سي سي، سكشن بلان سي سي يوم ده. طيب زي ما قلنا على حسب اختلاف مسار القطع على حسب شكل السكشن، لو انا قطعت من تحت كده شويه كده هنا كده الحته دي هتبقى زي ما هي، لكن نقطه القطع مين يا جماعه؟ اهو يبقى ده هيتوحد شويه، الخط ده هيتوحد على تحت، يبقى انا همسح هنا ومد حد هنا. طيب لو انا قطعت من هنا نفس الكلام، لو قطعت من تحت خالص تحت خالص من هنا كده يبقى ده كله اتهشر، وكمان ده والعصب مش هيبقى موجود، العصب مش هيبقى موجود، يبقى اهو العصب مش موجود وهشر كله. لو انا خط مين يا جماعه؟ خط من هنا سي سي، اللي عاوز اقوله ايه؟ شايفين شكل القطعه مختلف ازاي؟ مجرد ما اخط من تحت كله لحم في بعضه بقى بالشكل ده، وبالتالي قبل ما تشتغل موضوع التهشير شوف القطع فين، وشوف بناء على ذلك ايه اللي هيبان وايه اللي مش هيبان،
مش هيبان شيله خالص، هيبان سيبه. وبعد كده برضه انا قطع في لحميه وقطع في ميتال اهشر، قطع في فراغ ما هشرش. الويب العصب انا ماشي فيه عمودي عليه ولا موازنين؟ لا موازنين ما هشروش، يبان بس ما هشروش. او العكس انا عمودي عليه يبقى ده يخش. مفهوم كده يا جماعه؟ يبقى دي لاي اوت ازاي نعمل سيكشنز. طبعا زي ما قلت لكم سيكشن ممكن يكون في السايت، ممكن يكون في الاليفيشن، ممكن يكون في البلان. يعني مش لازم يكون في الاليفيشن بس او في السايت بس. طبعا يبقى احنا كده اتعلمنا موضوع العصب. نشوف كده مساله مع بعض ثانيه، نشوف ازاي هجيب انا برضه السيكشنز بتاعتي. في عندي مسألة جاية بالشكل ده، في طبعا هنا قاعدة موجودة معاكم يا جماعة على صفحة 117 في القاعدة الشكل ده. في عصب الشكل ده الاليفيشن. بعد كده نشوف السايد فيو، السايد فيو هي بالشكل ده. القاعدة اهي. وفي عندي ده السايد فيو اليفيشن، وعاوز اجيب البلان الاول. وطبعا بعمل تلفيف الرياح بتاعتي بعد ما اخد الشكل 45. القاعده شكل مستطيل من اول هنا لحد هنا، والففه واجيبه. القاعدة بتاعتي. وبعدين هجيب بقى السنتر لاين بتاعتي، يعني السنتر لاين. دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اسطوانة، شكل اسطواني. مكانها اهو. بس ده اول حد هنا كده، وليه اخر حد هنا.
طيب دي الاسطوانه. وبعدين في عندي ده عصب، بس خلي بالك يا جماعه العصب ده عن العصب كده بالشكل ده، وفي عصب تاني اللي هو ده جاي عمودي على الناحيه التانيه. يعني في عصب جاي كده وعصب تاني جاي خارج الشكل. طيب هلفف ده اللي هو ده مكانه ده. هلفف ده طبعا معلومه الالتفات كتيره بقى خلاص كلها كل مره. هيبتدي من اول هنا العصب ده لحد هنا. يبقى العصب اهو مكانه لتحت لحد هنا ولا اهو لحد هنا. والناحيه اللي انا شرحها طبعا لو فينا حزم بشكل بحط خط لو كان جاي كيرف كده في الريديوس يعني مش لازم احط الخط ده. طيب خلي بالك جاي تحت كده كمان هنا جاي تحت برضه بس مش باين تحت دي يبقى ده برضه داش هنا وكملوا للاخر مش مشكله. طيب مش باين تحت جاي تحت تحت بس. وبعدين هيلحق المعادة اللي هو جاي من هنا اللي هو هيبتدي الاول دي يبقى مش هقفل دي الاخر يبقى الداش دول هيروح جاي كده قصاد دي يروح جاي كده بس مش باين من تحت دي لحد فين؟ لحد هنا اهو اخر هنا يبقى داش هنا مش باين ولا كده لازم داش وبعدين انزل تمام؟ يبقى ده يعني اشبه كده بالدقن كده حاجه كده شايله الجس يعني مثلا لو تخيلنا كده الدماغ ده اللي هي الاسطوانه يبقى دي الحاجه كده شايله هنا وفي برضه حاجه الناحيه الثانيه عموديه عليها دي كده دي مكانها ايه ودي مكانها. طيب عظيم انا صدقت كله تمام لسه الاسطوانه البنيه ما شفناهاش الاسطوانه البنيه يعني مش باينة أو مش باينة من الأول لآخر أو من الأول لآخر بس تمام كده. يبقى أنا لو اتأكدت على الرقم وأشوف أنا عملت إيه ألاقي كله تمام خلاص كله تمام تمام ماشي. طيب يا جماعة عايزين ناخد كده سكشن كده ونشوف الدنيا فيها إيه. تعالى ناخد سكشن كده من هنا كده ونسميها سي دي إكس إكس. يلا نجرب كده مع بعض سكشن اكس اكس بقى. يبقى انا عندي يا دكتور ماشي على عصب وماشي على القعده والقعده ما فيهاش ماشي على العصب ده موازي ليه يبقى العصب ده مش هيفهاش ماشي على العصب ده اي نعم مش بتلامس معاه لكن ماشي ماشي عمودي عليه يبقى العصب هشربه ما عندهاش. طيب وهيلحق معاه ده هيلحق معاه ده وده الدماغ اللي فوق دي اسطوانه مجوفه بتهشر الشفه بتاعتها دي تمام؟ يبقى دي هتهشر ده فراغ يبقى ده هيحكي معاك يبقى التهشير هيبقى ده 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 تعالوا كده نهشر كده يا جماعه 45 في نهشر مع بعض طبعا امد لو انا ايه هجيب ده هنا لو ده كده وده كده ماشي نجيب ده كده ماشي واحد يبقى ده سيكشن ايه يا جماعه؟ سيكشن اليفيشن ايه اس اكس 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 قطعت موازي العصب انا مش قطعت عمودي على العصب الثاني تمام كده جميل. طيب تعالوا كده نشوف سيكشن ثاني سايد فيو كده ونجرب سايد فيو ماشي نشوف ده كده اللي هو نسميه ايه قطع من هنا يعني انا ببص كده او قاطع يا سيدي من هنا برضه هي اهو ايه ايه هو
مقطع من هنا من فوق بقى الحته دي هش الفراغ ده باين بس ما يتحشرش من الفراغ باين يعني ممتاز العصر ده شبه باين من هنا على الان شبه باين واحنا اتفقنا ان مش باين في سحب يبقى ده مش باين طيب لكن ابتدي هنا بقى الحته اللي ورا دي عصب حاطط فيها عمود يعني يبقى ده هيبان هيتهشر لحد ما ينزل تحت القاعده والقاعده برضه هتتهشر قاطع فيها اهو يبقى ده هيتهشر طيب العصب ده العصب ده انا قاطع فين يا جماعه؟ قاطع موازي ليه يبقى معنى كده ما هشرهوش يبقى ده مش هيتهشر يبقى التهشير اهو يبقى اروح جاي كده وراح مهشر ولا يكون في اتجاه مختلف مفيش مشكله 45 الى 10 برضه زي ما قلت لك التهشير او زي ما انا بعمل كده يعني ايه يكون المسافات متناسقه ما عملوش كده يعني كده ضيق قوي برضه ما عملوش كده مش حاجه مش كده اروح مهشر كده واخد خط تاني كده من بعد تأشيرها متناسق متناسق طيب المسافات دي يا دكتور يعني حتى كده بالايه؟ بمجرد النظر طبعا مع 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 كتر الرسم كتر اخر السكاشن تقدر ايه؟ تجيب الايه؟ الشكل اللي انت عاوزه ماشي يا جماعه؟ بس في وقت فاضل خمس دقايق ماشي طيب نشوف كده يا جماعه برضه لما انا اخدت السكشن ناخد سكشن كده من فوق من هنا كده وعمله كده وليكن السكشن واي واي يبقى السكشن ده هيكون فين؟ هيكون في البلان ده اول حاجه اهو واي واي انا باجي هنا اكتب سكشن بلان واي واي طيب قطع من فوق جميل يبقى الحته اللي فاشله بس فين؟ اللي هي الاسطوانه دي يبقى ده هيبان وده هيبان والباقي كله داش امسحه هشر الباقي هشر الباقي اللي هو فين بس يا جماعه هي دي ودي يبقى هشر شايفين؟ السكشن عامل ازاي؟ طيب تعالوا يا جماعه ننزل السكشن شويه لتحت ناخد سكشن هنا كده. واي و الحاله دي بقى يبقى عندي الاسطوانه مش موجوده. دي اول حاجه، الاسطوانه مش موجوده يعني على طول وانا مغمض وانا ساكت. عشان لو موجود ماشي. وانا مش موجود ممتاز ايه تاني شوف بقى الاعصاب دي الاعصاب دي هتبتدي تبان يا جماعه طيب انا قاطع عليهم عمودي ولا موازي؟ الاثنين عمود يبقى الاثنين هيتهشروا هما جايين كده الواحد جاي كده والتاني جاي عمود عليه كده بس انا قاطع الاثنين ايه؟ اتجاه عمود يبقى الاثنين هيتهشر وهيلحقوا في بعض هيلحقوا في بعض جميل يبقى انا قاطع حاجه من عند دي وراح نازلها تحت كده والنقطه دي برضه شرحها تحت هنا يبقى الحته دي هتهشر جميل وده هيتهشر لكن ده لا وده لا ماشي العصب هنا ده هو اللي مسكين ده هيتهشر طيب هيتهشر كله؟ لا مش كله طب هجيبه ازاي بقى مش كله ده؟ هروح جايب الخط ده هنا الخط ده هيكون كده انا قاطع من هنا كده ده
ثاني مره واي واي قطع واجيب الالف في النقطه دي ثاني وارتكب هنا مثلا يبقى لو جت النقطه دي اهي النقطه دي اللي هي دي جبتها تحت هنا اهو اهو قطع اهو واي واي هو واي واي هي هي جبت بسرعه قلت لك هنا هنا واي واي او هنا هنا هي هي وبلفف وبجيب دي كمان وبجيب دي طب اللي بعده باين اه باين اتحشر لا باين بس ما اتحشر يبقى انا هحشرها فين يا جماعه دي بس اهو تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد الواي واي اهو شايفين تحت خالص؟ يبقى كل الدماغ اللي فوق ده شيت خلاص بره كله يبقى العصب ده كله ايه؟ راح العصب ده كله راح شايفين؟ شايفين مع البروسيشن اتغير ازاي؟ اه العصب ده وايه كمان يا دكتور؟ القعدة هيتحشر ولا مش هيتحشر؟ باينة ولا مش باينة؟ باينة. مقطوع فيها في الأحذية يعني؟ آه، يبقى كل ده يتحشر. حد تمام؟ يبقى في حاجة مهمة جدا يا جماعة أنا عاوز أقولها لكم الحتة دي. إن دايما باستمرار، دايما باستمرار. شوف أنت قطعك فين؟ لأن مكان القطع هو اللي هيحدد لك شكل القطع. مهم جدا. في نفس الوقت شوف العصب يعني القطع مكانه هيحدد لك شكل المقطع زي بالظبط ادي لك فكره بسيطه خالص احنا بنشوفها كتير تسمعوا الاشعه المقطعيه بتاعت المخ مثلا الاشعه المقطعيه بتاعت المخ بص الاقي كذا صوره للمخ مش اشعه مقطعيه المفروض صوره واحده لا اشعه مقطعيه يعني واخد عده سيكشنز سيكشن من فوق خالص سيكشن من تحت بعديه ب 2 مللي بعديه ب 2 مللي وهكذا يبقى هو لما بياخد سيكشن كل سيكشن بيديني شكل معين للمخ وتضاريسه. وبالتالي اللي عاوز اقوله هنا ان برضه لما باخد سيكشن هنا كان الشكل زي ما هو اترسم الاول. خدت سيكشن هنا الشكل اختلف شويه، كان في عصب بس وغيره. خدت سيكشن هنا بقى الشكل اختلف. فبالتالي انت لما تيجي تشتغل في السيكشنز شوف القطع فين الاول قبل ما تشتغل في الفيو بتاع السيكشن. وبعدين شوف كمان في عندك عصب ولا ما عندكش؟ عندك عصب طيب القطع ده هو عمودي عليه ولا موازي؟ موازي ده يبقى خلاص. عمودي يبقى هشر. مفهوم يا جماعه؟ طيب هديكم برضو بعض المسائل برضو تفكروا فيها الاسبوع ده وبكده ان شاء الله ماشي تعالى بعض المسائل نفكر فيها وبرضو يا ريت إذا كان في أي مشكلة إحنا موجودين معاكم أنا والبشمهندس البشمهندسين معاكم. أنا هديكم مسائل برضو نعمل فيها سيكشنز ونحاول نشوف مثلا هناخد المسألة دي اكزرسايز 32 وهناخد المسألة دي كمان. المسألة دي عاوزكم هناخد سيكشن سايد ونستنتج البلان. ودي هناخد سيكشن اليفيشن ونستنتج السايد رايت سايد ونعمل دي كمان هنستنتج برضه السايد وناخد سيكشن اليفيشن كمان برضه يلا ماشي يا جماعه سيكشن اليفيشن فل خلي بالكم في كل دول فل سيكشن الموعدين هبقوا معاكم ان شاء الله وانا موجود اذا في اي مشكله بكده يبقى انا ان شاء الله يعني تقريبا خلصنا